مالكي. صورتك صورتك. أخوي بطل في أمان الآن يا أخي، بطل في أمان في مدرسة اللي هم كانت مصدر إيواء لهم، مصدر أمن. اليوم العيلة وهي قاعدة، أطفال نساء في خيامها بتنزل عليها شظايا وقذايف. وين وين الأونروا؟ وين الأمم المتحدة؟ اليوم بطلت مدارس الوكالة آمنة طبعاً وتعاد مصدر أمان. اليوم يا عمي اليوم لازم تشوف حل. رسالتنا لكل مجالس الأمن والأمم المتحدة ولكل الدنيا، أوقف إطلاق النار بدل ما تدخل لنا مساعدات. شعب غزة مش محتاج يا عم مساعدات ولا شعب جعان. احنا رسالتنا لكل العالم اوقف اطلاق النار. ايوه.